أكد اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي خلال إشرافه على أشغال اللقاء السنوي للمدراء الولائيين لتشغيل كاد استراتيجية الدولة في التكفل بشباب عقود ما قبل التشغيل وإدماج أزيد من 37 ألف طالب للشغل خلال هذه السنة بفضل الإجراءات المتخذة لتفعيل التنسيق بين مختلف القطاعات وتسوية وضعية الشباب طالبي العمل ضمن جهاز الإدماج المهني. زمالي شدد على جهود الدولة في توفير مناصب الشغل للشباب في مناطق جنوبنا الكبير وعلى الإجراءات المتخذة لتطهير البطاقية الوطنية للمسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل. كانت هنالك ورشات بين مختلف الإطارات حتى نوضع استراتيجية جديدة لهذه معضلة التشغيل، وخاصة أكدت عليها في الكلمة تاعي قضية هاد الشباب اللي راهم في إطار عقود ما قبل التشغيل الدي اي بي. احنا واعيين كل وعي يعني الظروف اللي راه يعيشها هاد الشباب، خاصة الناس اللي طولوا في هاد الجهاز. منذ إنشاء هاد الجهاز مر حوالي 1,800,000 88,000 في هذا على هذا الجهاز، وخلال يعني من 2008 الى اليوم بقالنا في هذا الجهاز 407,000 منصب ولا شاب مندمج، يعني حوالي 1,700,000 شاب يعني تنصب بصفة نهائية في مناصب شغل أو خلق مؤسستها. ولهذا هذا الجهاز هذا خلال هذه 10 سنوات 11 سنة قام يعني أعطى لأكثر من 1,700,000 شاب فرصة باش يصيب منصب شغل.